السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم في تكملة الباب الخامس أو الوحدة الخامسة في الظواهر المنصية البسيطة. وصلنا إلى استخدامات المنصيات. عندنا نوعان من المنصيات، منصيات دائمة ومنصيات مؤقتة. هنأخذ أولا استخدامات المنصيات الدائمة. عندنا بعض استخداماتها اللي هي في الجلفانومتر ذو الملف المتحرك وفي سقاطة الباب المغناطيسية. جلفانومتر ذو الملف المتحرك في ماذا نستخدمه؟ هنا سمعنا عن الجلفانومتر وخذينا رمزة في الوحدة الثانية، يستخدم لقياس التيارات الصغيرة الثابتة يعني المستمرة اللي هي دي سي، ولا يستخدم لقياس تيار متردد الاي سي، لأن تيار متردد معروف أنه هو يذهب المغناطيسية ولا يكسب مغناطيسية، لا يكون عندي مجالا مغناطيسيا منتظما، لذلك نستخدم فيه فقط في قياس تيار صغيرة المستمر. سقاطة الباب المغناطيسية وين نشوفه فيها؟ في المنزل، وين على سبيل المثال في إحكام غلق أبواب الثلاجات، الثلاجة فيها مغناطيس يقفل الثلاجة ويحكم إقفالها، وفي المبردات الفريزرات حتى لا يتسرب منها الهواء البارد فيفسد الطعام. استخدامات أخرى للمغناطيسيات الدائمة: تشغيل آلات كهربائية كمولدات التيار المستمر ومحركات التيار المتردد، كذاكرة مغناطيسية في بعض الحواسيب تخزن عليها المعلومات، يستخدمها الطبيب لإزالة الأجسام الحديدية من عين المريض، يستخدم لإعادة ضبط المؤشر الفلزي يعني لما أصل إلى حد معين كيف أرد فيه عن طريق أني أنا نستخدم مغناطيس، مكبرات الصوت ذو الملف المتحرك وهذه سنأخذها لاحقا في الوحدة السادسة بالتفصيل. المغناطيسات الكهربائية اللي احنا شرحناها اللي هي المؤقتة يعني تكتسب مغناطيسية بسهولة وتفقدها بسهولة. هذا المغناطيس يتكون من ملف لولبي من سلك من النحاس الأحمر الملفوف عدة لفات على قلب من مادة مغناطيسية مطاوعة، يعني قد يكون الشكل وأن سلك ملفوف عدة لفات على القطعة المغناطيسية المطاوعة اللي هي من الحديد المطاوع. فعندما يمر تيار خلال الملف يتكون عندي مجال مغناطيسي ونسمي هذا مغناطيس كهربائي. يكون مجال مغناطيسي أقوى متى؟ كلما كان التيار أكبر وكانت عدد اللفات أكثر أو أكبر. استخدامات الشعاع، وين نستخدم فيه هذا المغناطيس الكهربائي؟ في الأشرطة السمعية والبصرية، وهذه عبارة عن أشرطة ممغنطة موجود عليها مادة حديدية، عندما يمر فيها التيار الكهربائي يسجل عليها، تحول الإشارة الصوتية والصورة إلى إشارة على الأشرطة الممغنطة ثم تتحول مرة أخرى إلى صوت وصورة. الجرس الكهربائي اللي نستخدمه فيه في البيوت، عند الضغط على زر الجرس تصبح الدائرة كاملة مغلقة فيمر تيار، وهذه ستجدها الأشكال موجودة أو رسومات في الكتاب في صفحة 92 في 93. خلاص عندما نقفل الدائرة هيمر تيار، تيار هذا الشيء يخلي المغناطيس هيصبح مغناطيس مؤقت، المغناطيس المؤقت هيسحب المطرقة ويسمع صوت الجرس. المرحل المغناطيسي البسيط ما هو استخداماته؟ نستخدم مرر تيار صغير في دائرة معينة للتحكم في تيار أكبر في دائرة أخرى. هذا المرحل المغناطيسي قد يكون دائرتان أو أكثر، له دائرتان كهربائيتان على الأقل يعني دائرتين أو أكبر أو أكثر. مفتاح الريشي، أنت تقريب مجال مغناطيسي، وأيضا الرسمة موجودة في الكتاب تستطيعون أن تطلعون عليها. أنت تقريب مجال مغناطيسي من المفتاح الريشي تتمغنط الشريحتان، يصبح لأنه مغناطيس مؤقت حديد مطاوع عندما يمر في تيارك ليس مغناطيسية، عندما نفصل عنه التيار يفقد مغناطيسيته ويصبح الشريحتان ممغنطتان فيتجذبان إلى بعضهما فتقفل الدائرة ونحن نستطيع أن نوصلها بأي دائرة أخرى وننشط دائرة خارجية أخرى من خلالها تيار. قاطع الدائرة الكهربائية نفس وظيفة المنصهر أو الفيوز، عندما يزيد هناك الفيوز هينصهر، هنا لا هيقطع الدائرة. المغناطيس للمصل يمر تيار أكبر من الحد المطلوب يفصل الدائرة ويمر تيار كبير في الدائرة ولا يسبب في تلف الدائرة أو في حرقها. يستخدم لمنع التيار الكهربائي من السريان في الدائرة متى؟ عندما يكون زائدة، يعني الحد مثلا عندي 10 أمبير جاء 11 أمبير، فإذا شو يصير؟ المغناطيس هيكتسب مغناطيسية ويجذب القطعة الحديدية ويفصل الدائرة فلا يمر تيار.
وهو يتصل مع السلك الحي، ونحن خدينا لازم السلك الحي لانه متعادل، ما مش هيمر مش هيمرر تيار، ويولد مجالا مغناطيسيا عندما يكون هناك تحميل اكثر، يجذب القاطع الكهربائي فتنقطع الدائره الكهربائيه ولا يمر تيار ولا يحدث تلف للدائره الكهربائيه. الجزئيه الثانيه من درسنا هي التاثير المغناطيسي للتيار الكهربائي. يوجد عالم اسمه كان في عالم اسمه أورستيد دار تجربة. التجربة جاءت بمحض الصدفة بأن وضع كان يدير في تجربة كهربائية في دائرة كهربائية، وكان بمحض الصدفة عند بوصلة وجد أن كلما يقفل الدائرة يمر خلالها تيار تتحرك البوصلة وتأخذ اتجاه، عندما يفصل الدائرة ترجع البوصلة إلى اتجاهها التي كانت عليه، فوجد أن عند مرور تيار في سلك يتولد عندي مجالا مغناطيسيا الذي أثر على أن حرك البوصلة. فإذا عندما كان أورستيد يدير تجربته أن مقاومة، أن مصدر للطاقة، مصدر للجهد هي عبارة عن نضيدة، طبعا نضيدة الآن تولد لي تيارا، تولد لي مجالا مغناطيسيا، أما تيار متردد لا يولد لي كما خذينا سالفا لا يولد لي مجالا مغناطيسيا. وعندما يقفل الدائرة يجد أن البوصلة تأخذ اتجاهات مختلفة إذا كانت أعلى السلك أو أسفل السلك، أن الدائرة أخذ اتجاه X و Y مع اتجاه الشمال والجنوب الجغرافيين، فعندما وضع البوصلة أعلى السلك وجدها تتجه ناحية الشرق East، وعندما وضعها أسفل السلك وجدها تأخذ اتجاه الغرب West W. ومن هنا اكتشف بأن عند مرور تيار خلال سلك يتولد عندي مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي أثر على حركة البوصلة. عندنا أنماط عديدة للمجال المغناطيسي، عندنا هنا في الكتاب ثلاثة أنماط. نمط مجال مغناطيسي نتيجة مرور تيار كهربائي في سلك مستقيم، يعني هذا السلك موصول بدائرة كهربائية، وعند مرور تيار كما عرفنا من الموجب إلى السالب يخترق الورقة، هذه ورقة لو وجدنا أخذنا ورقة ومررنا سلكا خلالها ونثرنا ووضعنا بوصلة عند كل نقطة حول السلك سنأخذ ستجدها تأخذ الاتجاه من عكس عقارب الساعة من الاتجاه هذا. شن معنى من هنا؟ وجدنا أن إذا كان السلك خارج من الورقة سيأخذ اتجاه، إذا داخل الورقة سيأخذ الاتجاه المعاكس. من هنا نجد أن خطوط المجال المغناطيسي الناتجة عبارة عن دوائر متحدة المركز، يعني هذه الدائرة مركزها وهذه نفس المركز. فإذا يجي يسألني عن نمط المجال المغناطيسي المار في سلك طويل مستقيم أو في سلك مستقيم، نقول له أن هي عبارة عن دوائر متحدة المركز حول السلك. فكيف نعرف نحن اتجاه المجال المغناطيسي؟ قلنا عن طريق اليد قبضة اليد اليمنى لأمبير اللي خليناها في إيجاد القطبين للمغناطيس الكهربائي، نستطيع أن نستخدم نفس القاعدة بأن نقبض على السلك ويكون أصبع الإبهام هو اتجاه التيار والأصابع اتجاه المجال. فإذا في الحالة هذه اتجاه المجال، شوفوا هنا التيار خارج من الورقة، فإذا هاي يدور بالكيفية هذه. لو كان اتجاه التيار بالعكس إلى أسفل إذا هيأخذ باتجاه المخالف. فإذا للتنبؤ باتجاه المجال المغناطيسي حول الأسلاك نستخدم قاعدة قبض اليد اليمنى، قبضة اليد اليمنى لأمبير التي تنص على اقبض على السلك بيدك اليمنى بحيث تشير أصابع الإبهام أصبع الإبهام إلى اتجاه التيار وتشير الأصابع إلى المجال المغناطيسي حول السلك. سهلونا الموضوع، أعطونا رمزين نقطتين علامتين، العلامة الأولى عبارة عن نقطة والعلامة الثانية عبارة عن إكس. إكس معناه أن السلك داخل إلى الورقة، أن السلك لو عندي ورقة أو خلقتها فإن التيار هيمر خلال السلك من أعلى إلى أسفل. لما يمر من أعلى إلى أسفل لو طبقنا قاعدة قبضة اليد اليمنى هنشوف التيار هيمر، عفوا خطوط المجال هتمر في الاتجاه الذي أمامي. إذا يجي يسألني في الامتحان
تشير علامة الإكس إلى ماذا؟ تشير إلى أن التيار داخل إلى الورقة. علامة نقطة تشير إلى أن التيار خارج من الورقة. التيار وين؟ خارج من الورقة. إذن هيكون اتجاه خطوط المجال في الاتجاه كما ذكرنا هنا، التيار وين؟ خارج من الورقة. فإذن هتكون عكس عقارب الساعة، لو داخل إلى الورقة مع عقارب الساعة. في الكتاب غلطانين، عدلوها، الإكس هي داخل والنقطة هي خارج من الورقة. ب، متى نقوي خطوط المجال؟ كيف نحن نخلي هذه المجال قوية، خطوطها قوية، أن تجذب أكثر أو تتنافر أكثر؟ بأن تكون أقرب من السلك. كلما كانت أقرب من السلك كلما كانت قوة المجال أكبر، وعندما يمر تيار أكبر خلالها تكون قوة المجال أكبر. عندنا بعض التعريفات اللي من خلالها هنحسب شدة المجال المغناطيسي عندما يمر مجال مغناطيسي في سلك، أو هما نأخذ الأنماط الأخرى في ملف مسطح اللي هو دائري أو في ملف لولبي. قلنا بعض التعريفات، الفيض المغناطيسي خلال مساحة ما. هنسمع وشو معنى فيض. فيض يعني بيقول لك فيض يعني حاجة كمية كبيرة. فإذا هو عدد خطوط القوى المغناطيسية التي تمر عموديا، هذه تمر وين؟ تقع عموديا على السلك عبر هذه المساحة، ويرمز لها بالرمز فاي باللغة الإغريقية فاي، ووحدة قياسه في النظام الدولي سيستم انترناشونال هي ويبر، ورمزها WB ويبر. كثافة الفيض المغناطيسي، التعريف الثاني هنا الفيض، وما هي كثافة الفيض؟ هذا تعريف الفيض للخطوط، وهذه شدة أو قوة الكثافة للفيض المغناطيسي اللي يسموه شدة المجال المغناطيسي عند الخطوط. هو عدد خطوط القوى المغناطيسية التي تمر عموديا وين؟ خلال وحدة المساحات حول تلك النقطة، ويرمز لها بالرمز بي، ووحدة قياسها في النظام الدولي في سيستم انترناشونال هي ويبر على متر تربيع أو تسلا. لماذا؟ لأن هي الفيض على المساحة. هنا شدة المجال أو كثافة المجال المغناطيسي عبارة عن الفيض المغناطيسي على وحدة المساحات. طبعاً الفيض خذيناه وحدته ويبر، والمساحة متر في متر فمتر تربيع. يا إما هنقول ويبر على متر تربيع، أو ممكن نكتبها بالعربي ويبر على متر تربيع أو تسلا أو تي. هذا بالنسبة لنمط المجال المغناطيسي في سلك يمر خلاله تيار. ولحساب شدة المجال المغناطيسي عند نقطة بالقرب من سلك مستطيل طويل يحمل تيارا كهربيا، نستخدم العلاقة. هناخد بي تساوي ميو زيرو في اي على 2 باي ار. بي عرفناها هي شدة المجال المغناطيسي او كثافة الفيض المغناطيسي. ميو زيرو هي النفاذية المغناطيسية في الفراغ. اي اللي هي شدة التيار، 2 باي في ار هي بعد النقطة عن السلك. شوف وين مكانها، كم بعدها عن السلك، ونعوض في القانون ونحسب شدة المجال المغناطيسي. هناخد مثال على ذلك. احسب شدة المجال المغناطيسي، يعني شنو يبي؟ يبي بي عند نقطة تبعد 50 ملم، يعني ار 50 ملم، ونحن لازم نضعها في الوحدة الدولية اللي هي المتر. باهي لما خدينا في البوادي الملي كم يساوي؟ يساوي 10 أس سالب 3. إذا هنقوله هنحول من مليمتر إلى متر، هنضرب في 10 أس سالب 3 متر، وأنتم عارفين هذه سابقا. عن سلك يحمل تيارا شدته، والشدة رمزها I، ونحط قانون عادي B. وإحنا المهم أننا نحفظ القانون لأن كل نمط له قانون. البي يساوي ميو زيرو في I في 2 باي R. ميو زيرو لازم نحفظه، وعطى لنا 4 باي في 10 أس سالب ثابت في الفراغ هنري متر سالب 1 H M سالب 1 أو H على M. ميو زيرو 4 باي في 10 أس سالب 7 الآي 3، والاثنين في الباي في الآر اللي احنا حسبناها حولناها إلى متر 50 في 10 أس سالب 3، ولما نحسب تطلع لنا 1.2 من 10 في 10 أس سالب 5 تي تسلا، أو نقوله ويبر على
متر تربيع أو وبر على متر تربيع. شرحنا نمط المجال المغناطيسي في سلك مستقيم طويل. ثانيا نمط المجال المغناطيسي في ملف مسطح أو ملف دائري. عندي ملف دائري، نبي نشوف كيف شكل المجال المغناطيسي في هذا الملف. لما نجي ناخذ ورقة ونمرر فيها السلك، ندير دائرة وننزله من الجهة الأخرى، إذا هيجدوا أن خطوط المجال عبارة عن وين عند المركز في المنتصف تكون مستقيمة وتتعامد على سطح المسطح للملف. هنا كأنها هنا لو طبقنا اليد اليمنى داخل خارج من الورقة، وهنا داخل إلى الورقة، ونجد في المنتصف خطوط مستقيمة تتعامد على السطح المسطح للملف. يمكن زيادة قوة المجال المغناطيسي، قلنا سالفا بزيادة تيار، بهنا عشان عندنا لفات، إذا بزيادة عدد لفات الملف المسطح عندنا طريقتين، يا إما بنزيد تيار أما نزيد عدد لفات الملف المسطح. طيب بنحسب هذه الشدة أو بنحسب الكثافة تاعت قوة المجال المغناطيسي، هنطبق في القانون نفس القانون ولكن نزيد فيه عدد اللفات. هناك كان سلك واحد، فإذا هناك عدد اللفات واحد، هنا لا، هنقول البي تساوي ميو زيرو في الآي في إن، إن هي عدد لفات الملف، والآر هنا نصف قطر الملف المسطح، نصف قطر الملف المسطح أو الملف الدائري. هنطبق بمثال ونشوف، احسب شدة المجال أو قولي احسب كثافة المجال المغناطيسي في مركز ملف دائري. ننتبه شن طالب، مدام ملف دائري إذا هنطبق في القانون أو في العلاقة التي تخص نمط المجال المغناطيسي في ملف دائري. ومرة تقولي ملف مسطح يمر به تيار، يبقى هذه I تساوي 2 من 10 أمبير، علما بأن عدد لفاته يبقى هذه N ونصف قطره 10 سنتيمتر. هنا الحاجة بنحولوها الوحيدة السنتيمتر، سنتيمتر لازم نحولوها لمتر. باهي في البوادئ السنتيمتر هنضرب في 10 سالب 2 أو نقسم على 100 عشان نحولها إلى متر. شو المطلوب؟ شدة المجال أو كثافة المجال المغناطيسي. نعوض في القانون تعويض مباشر، مولا بي تساوي ميو زيرو في آي على N في 2 باي R. ميو زيرو نحفظها 4 باي في 10 سالب 7، آي نعوض 2 من 10، N 100 لفة، 2 في باي في R 10 في 10 سالب 2 تطلع لي 1256 من 1000 10 أو سالب 4 تسلا. أو حتى لو كتبنا وبر على متر تربيع صح بالعربي أو بالإنجليزي، وبر على متر تربيع صح. ثالثا وأخيرا في الوحدة هذه الخامسة، نمط المجال المغناطيسي لملف لولبي. ملف لولبي أخذناه في تكوين مغناطيس كهربائي لما لفينا الملف عدة لفات. لما شافوا النمط وجدوا أنه يشبه القضيب المغناطيسي أو الساق المغناطيسي، نفس النمط اللي احنا رسمناه في إيجاد خطوط المجال المغناطيسي لمغناطيس مفرد. إذا نقول أن الملف اللولبي قطبين، بما أنه يشابه فله قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. بناشا لما يمر تيار خلال ملف بنعرف وين الشمال وين الجنوب، يحدد لي اتجاه التيار وطريقة لف السلك، يعني إذا كان من الخلف إلى الأمام أو من الأمام إلى الخلف. هذه مهمة جدا، نستطيع إما عن طريق قبضة اليد اليمنى نشوف هنا وين اتجاه الأصابع، هي اتجاه التيار، فإذا بما أن اتجاه التيار من أسفل إلى أعلى، إذا هيكون الأصبع الإبهام هو قطبا شماليا، بما أن القطب شمالي إذا هيكون الآخر قطبا جنوبيا. أو ننظر في أحد طرفي الملف اللولبي ونشوف إذا كان اتجاه التيار عكس عقارب الساعة هيكون قطبا شماليا، أو مع عقارب الساعة فإذا هيكون قطبا جنوبيا. إذا نستطيع نقول في النمط المجال المغناطيسي لملف لولبي يماثل أو يشبه مثيله للقضيب المغناطيسي، يعني نفس القضيب المغناطيسي، ونقول أن الملف اللولبي قطبين بما أنه هو كأنه ساق مغناطيسي أو قضيب مغناطيسي، فإذا له قطبان، يعني قطب شمالي وقطب جنوبي. فكيف نعرفهم؟ بطريقتين، إما زي ما شرحنا عن طريق قبضة اليد اليمنى، والأخرى عن طريق أنه نحن ننظر من أحد طرفي الملف.
الذي نجد أن التيار يمر خلاله عكس عقارب الساعة هيكون قطبا شماليا، والذي يسري مع اتجاه عقارب الساعة هيكون قطبا جنوبيا. طب نحن نزيد قوة المجال المغناطيسي في الملف اللولبي، نزيد التيار الكهربائي، نزيد عدد اللفات، نضع داخله قلب من الحديد المطاوع عشان نزيد قوة المجال المغناطيسي. لحساب شدة المجال المغناطيسي هناخد القانون بي يساوي ميو في اي في ان على ال. ال هو طول الملف، ان عدد اللفات، اي شدة التيار، ميو نفاذية القالب اللي هو نحن للملف اللولبي. نشوف مثال، احسب شدة المجال المغناطيسي في ملف شن ذكر هنا لولبي، ناخذ القانون هذا نعوض به. قلبه هواء فيه 200 لفة، وطول الملف بما انه هواء فاذا هنا النفاذية هتكون 4 باي في 10 ساعة 7. اذا ذكر عكس ذلك لابد أن يعطيني نفاذية الوسط، نفاذية مثلا حديد زجاج أو أي حاجة لازم يعطيها لي. هنا نذكر هواء، ونحن قلنا نفس الفراغ والهواء تقريبا نفس النفاذية، ف2000 لفة إذن هذه N. طول الملف الكابيتال ولكن بالمليمتر لازم نحولوها للمتر. قطره 20 مليمتر، هذه أعطاها لي ملهاش أي استخدام. يمر به تيار شدته 5 أمبير، يعني هذه آي. نضع القانون بي يساوي ميو في اي في ان على ال. الميو بما انه هواء يبقى نفس ما هي 4 باي في 10 سالب 7، اي 5 امبير، ال ان 2000 لفه، ان عدد اللفات، و ال اللي هي طول الملف 600 ملم. هنحول الام ونضع بداله 10 اس سالب 3 وتطلع النتيجه عندي بالتسلا. تطلع عندي التسلا، وهذا كل الوحدة الخامسة. واتمنى ان يكون الشرح مبسط ومقبول لدى الجميع، واي استفسار او اي سؤال اسألوا ما تكونش اي مشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.